أهلا وسهلا بكم في تغطيتنا لمعرض الرياض الدولي للكتاب، حيث تلتقي الكلمة بالقارئ ويحتفي الفكر بالثقافة. نواصل معكم استكشاف هذا الحدث الثقافي الأبرز. معرض الرياض الدولي للكتاب شهد اليوم فعاليات متعددة وجلسات حوارية مثرية. زميلي تركي الشهراني يطلعنا على تفاصيلها. أبرز ما جاء في المسرح اليومي ضمن فعاليات معرض الكتاب ندوه بعنوان ما الذي تقوله لنا الصورة الفوتوغرافية، حيث تم النقاش حول كيف تحمل الصورة رسالة عميقة بين المصور والمشاهد. كذلك كانت هناك ندوة بعنوان دور الأديان والثقافات في تعزيز التواصل، والتي تناولت كيفية بناء الجسور بين الشعوب عبر الحوار. وفي ندوة التغير والنظام العالمي تطرق المشاركون لدراسة النقوش العربية القديمة وفهم تأثيرها على الزمن، كما ناقشت ندوة أهمية القراءة والتدبر دور القراءة في تشكيل وعي الإنسان وثقافته. أما ندوة الكتاب العربي والحضور العالمي فقد ركزت على كيفية إيصال الكتاب العربي إلى الساحة الدولية. وعلى صعيد الورش كان اليوم عمليا بشكل كبير، حيث تعلم المشاركون في ورشة تطوير المهارات الرقمية كيفية مواكبة التحولات السريعة في العالم الرقمي، وتعرفوا في ورشة التسويق بالمحتوى على كيفية صنع محتوى فعال. كذلك كانت هناك ورشة تحسين ظهور المحتوى في محركات البحث، والتي ركزت على فهم الخوارزميات وتحسين الوصول للجمهور، بينما اختتمنا بورشة دليل بودكاستك الصوتي الأول لتعليم المشاركين كيفية إنشاء بودكاست ناجح، والورشة الأدبية كيف نقرأ قصيدة ونكتب عنها. كانت هذه أبرز ما جاء في هذا اليوم. زميلي تميم التميمي تجول على دور النشر ويطلب منهم توصيات كتب بناء على البطاقات التي يسحبونها. نتابع. في هذه البطاقات جميع تصنيفات الكتب اللي تخطر في بالك، راح نطلب من دور النشر الآن في المعرض أنهم يعطوننا توصيات كتب بناء على البطاقات اللي يسحبونها. على بركة الله أرى الكتب الرومانسية، اذهب حيث يقودك قلبك كما يشير العنوان. هذا العنوان رومانسي. مفتاح الحب هو القلب ومفتاح الرومانسية هو القلب، ورشح لكم هذا الكتاب. وبترجمة أماني حبش. السيرة الذاتية اللي راح ارشح لك اياها، وهي ما شاء الله يعني من ضمن الاصدارات اللي عندنا مشهوره جدا، هو كتاب الدكتور غازي القصيبي. حياة في الإدارة. هذا كتاب ومش بس سيره، هو كتاب بيحكي عن تجارب شخصيه بالوزارات اللي استلمها بالمملكه. الفانتازيا. رشحي لنا احد الكتب في الفانتازيا. في كتب كثيره لكن اغلبها كانت اللي هو ميت حتى حلول الظلام، هو كتاب اجنبي تم ترجمته وتحويله لمسلسل. يتكلم بصفه عامه على واحده تشتغل في مقهى وتمتاز بصفه او بقوه خارقه اللي هي انها تقرا افكار الناس. تنميه ذاتيه. في عند الاتوميك هابتس. اتوميك هابتس اول كتب عن العادات الذريه. يس، هذا من بست سيلرز بالتنمية الذاتية وصالح لكل الأعمار. الروايات الأدبية. نرشح الجنان الضائعة، رواية لإريك إيمانويل شميت، وهذا الجزء الأول من السباعية. يأتي هذا الجزء الأول في حديثه عن السقوط والطوفان. الشعر. رشح لنا كتاب في الشعر. في كتابين يعني أنا اللي مرة بحبهم، اللي هما طفل الرعاة لزين العابدين المرشدي، وهو شعر تفعيلة، وكتاب براعة الالتهاء لأحمد سالم قصائد نثر. ليش؟ ليس المهم الشكل الذي تكتب فيه، المهم أن تجيد داخل ذلك الشكل. ينضم الآن معي الدكتور تركي الغنامي مختص بموروث الإبل. أهلا وسهلا دكتور. مرحبا، حياك الله وحيا الله قناة الثقافية. دكتور، إحنا الآن في معرض الرياض الدولي للكتاب، ومثل ما أنت عارف يوجد هنا أكثر من 2000 دار نشر. برأيك وش اللي يميز الكاتب اليوم؟
والله الكاتب يواكب احتياجات الناس واهتماماتها. بالنسبة للكاتب اللي يكتب شيء جديد الآن للناس يجب أنه يرى الذي يفيد الناس ويهتمون به ويراعيه، والكتب كثيرة والكتاب كثيرون والاهتمامات أيضا كثيرة جدا. طيب يا دكتور خليني أبدأ معك، وش هي ملاحظتك على أو عن ثقافة الإبل؟ والله ثقافة الإبل هي جزء لا يتجزأ من ثقافتنا نحن كأمة، الأمة العربية كلها. الإبل جزء أصيل في ثقافتنا من حيث تأثيرها على اللغات، تأثيرها على الحياة الاجتماعية، تأثيرها هذا على مستوى العرب، على مستوى تكوين لغة العرب وثقافة العرب، وعلى مستوانا نحن الخاص بيئة المملكة العربية السعودية والخليج عموما، فالإبل لا تزال حاضرة حضورا واضحا جليا في ثقافتنا، بل هي تعيش في بيننا وفي وسطنا، يعني الإبل جزء من شخصيتنا لا تنفك عنا ولا ننفك عنها أبدا. طيب دكتور وش ينقص الإبل لغويا؟ بالنسبة لما كتب عن الإبل في وصف الإبل وما كتب قديما يعني في أوصاف الإبل وما يقولون عنه أنه صافي، بالحقيقة أنه هو كان وصف لنوع معين من الإبل، نوع معين الذي هو نجائب الإبل ما يركب. أما إذا أطلقنا الإبل فليس المقصود بها النجائب، النجائب نوع مخصوص من الإبل له خصوصيته وهو قليل قياسا بباقي الإبل، وهو الذي دائما يوصف، يصفها الراكب على راحلته دائما يصف الراحلة. فعندما يأتي واحد يقول هذا في وصف الإبل، هو ليس في وصف الإبل، هو في وصف النجائب التي تركب خاصة. لذلك الذي لا يفرق بين عموم الإبل وبين النجائب المركوبة ولا يدري أن هناك عالمين مختلفين بين هذا وهذا، هذا عالم مستقل وهذا عالم مستقل. فالمأخذ على من يقول وصف الإبل عند الأوائل ثم يأتيك بالحديث عن النجائب، هذا مأخذ كبير جدا عندي في تصوري. طيب دكتور وش تنصح للناس اللي يبغون يقرؤون أكثر عن الإبل أو المهتمين بهذا الموروث، عطهم نصيحتك من الكتب اللي يقرؤونها؟ والله شوف الكتب كثيرة، الكتب التي كتبت عن الإبل ليست قليلة، لكن بعضها يفيد في جانب وبعضها يفيد في جانب آخر، والبعض منها حاول أن يكون شمولي. يعني من أقدم ما كتب عن الإبل كتاب الإبل لعلي الحبردي، علي محمد الحبردي، وهو من أقدم ما كتب عن الإبل في يعني في عصرنا هذا. هناك كتب كتبت من خارج يعني خارج الجزيرة وخارج بيئة الإبل، لكنها تستخلص مما في كتب الأوائل، وقد يكون الكاتب لم يرى الناقة في حياته، لم يرها، لكنه كتب من واقع ما وجد. هناك كتب كتبت أيضا من ضمنها كتاب ضخم أصدرته الدارة، دارة الملك عبد العزيز، قبل سنوات للأستاذ فوزان الماضي، أيضا كتاب جيد. الكتب والله كثيرة، أنا لي كتيب صدر قريبا يعني العام الماضي ربما، أصدرته مبادرة المنور من تبع مسك، اسمه الإبل تاريخ وهوية. أيضا حاولت أن أتطرق للجوانب التي لم يتكلم عنها، لم أجد من تكلم عنها قبل ذلك، فمع أنه كتاب بحث صغير لكني حاولت أن أقدم فيه شيء رؤية جديدة من زاوية مغايرة للمطروق. شكرا لك دكتور تركي الغنامي، وسعيدين بلقائك. الله يسعدكم وأنا سعيد كذلك، وأسأل الله لكم التوفيق وعانكم الله. طبعا هذا المعرض معرض مهم ومعرض ضافٍ ويتميز كل عام، ويحفل هذا المعرض بتنوع علمائي سواء من الجانب الفكري الثقافي أيضا الديني، وأيضا يتميز هذا المعرض بندواته. ونحن اليوم في هذه الليلة الطيبة مع ندوة حول وثيقة مكة المكرمة، وحضر لها علماء هذه الوثيقة من خلال الدعوات الموجهة لبعض من هؤلاء العلماء للتحدث عن هذه الوثيقة.
لا شك أنها تعتبر إضافة مهمة وإسناد كبير جدا للمقاصد الثقافية والفكرية من وجود معرض الكتاب. لابد من هذه الفعاليات، هناك كتب تعرض، هناك مبيعات، هناك اطلاع، هناك أيضا ندوات وحوار يتعلق بالغايات التي تتوخاها الوزارة الموقرة من الحفاوة بهذا المعرض، والذي نجد كل عام فيه تميزا يستحق أن يضاف لمنجزات الوزارة الثقافة. طبعا وثيقة مكة تحدثنا قبل قليل عنها، وهي وثيقة علمائية تاريخية حظيت الحقيقة بشرف الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمؤتمرها الدولي. حظيت هذه الوثيقة أيضا بالتنوع الإسلامي، حضر لهذه الوثيقة 27 مذهب وطائفة إسلامية، وأيضا أكثر من 1200 مفتن وعالم، وأكثر من 4500 مفكر إسلامي، حجم كبير. والأهم من هذا الحجم الكبير أنه حجم نوعي، معنى أنه نوعي أنه وازن ومؤثر. انتهت هذه الوثيقة إلى مضامين مهمة جدا يحتاج إليها عالمنا الإسلامي وأيضا العالم غير الإسلامي في نظرته إلى حقيقة ديننا الإسلامي. من خلال هذه الوثيقة أوضحت رابطة العالم الإسلامي من خلال علماء الأمة الإسلامية ما هي حقيقة دين الإسلامي في قضايا معاصرة ملحة لا بد من التصدي لها. ومن أروقة معرض الرياض كانت لنا محطة خاصة مع المخرجة هند الفهاد التي قدمت ورشة ماستر كلاس الإخراج السينمائي وناقشت أهم محطات رحلتها الإبداعية. المزيد من التفاصيل في هذا اللقاء نتابع. أول شيء أنا مرة سعيدة أني أكون أقدم ماستر كلاس من خلال أكاديمية الثقافية في معرض الرياض الدولي للكتاب. هذه فرصة كبيرة صراحة، فرصة أنا أعتبرها بالنسبة لي مهمة أمانة، أشارك تجربة. أنا ما راح أضيف شيء عن الموجود في المناهج وعن اللي درسوه وعن الكتب، أنا يمكن اللي بضيفه مشاركة تجارب، مشاركة معارف أو مثلا معلومات ما تكتسب إلا بالتجربة، ما تكتسب إلا ما تكون في المحك. أتمنى أنقلها للي مهتمين في المجال ونتشارك. أنا بالنهاية ماني جاية أقدم، ماني جاية أعلم، أنا جاية أشارك وأتشارك، وإن شاء الله يعني يكون في استفادة. السينما هي لغة صورة، ودائما الصورة يعني أنت تعبر عن أشياء كثيرة من خلال صورة. دائما يقولك في لغة السينما show don't tell، والكثير القليل كثير يعتبر. فدائما تلهمنا القصص، تلهم القصص انك تحكيها بصريا. فيها تحدي حلو كيف تعبر مثلا عن مشهد في وصف كثير انت كيف تختزله بصريا، في حوارات كثيره انت كيف تحولها بصريا من خلال الشخصيه، من خلال المكان، من خلال كل العوامل اللي تخليك تقدر تعبر عن هالشيء. هذا فيها تحدي، نعم فيها تحدي، لكنه تحدي يحفز ويخرج ما في جعبتك ويطلع مين انت كشخص مطلع وكشخص واعي وكشخص فعلا تعني لك هذا الفن. كمخرج أنت لازم تكون واعي، لازم تكون مستشعر لكل ما حولك عشان تبني معرفتك وتبني وعيك وتبني إدراكك اللي بيخدمك في إخراجك. معرض كتاب معناته أنا عندي منجم قصص، منجم حكاية، منجم تفاصيل، منجم أحداث، منجم مواقف، ممكن شخصيات أشوفها في المعرض تلهمني لمشاريع وتلهمني مثلا أطور في شخصية أو أخلق مثلا حكاية حول الشخصية. فمعرض الكتاب هو فيه استفادة أساسية، الكتب، القصص، الحكاية، التفاصيل، هذه اللي هي الأساس، أو هي الأساس لبناء الفيلم، من تستلهم قصة زائد أنك تحتك في الناس، تحتك تنقل معرفة وتستقبل معرفة، وأيضا يلهمك في مشاريعك، يلهمك مثلا في تصوير معين، مشهد معين يصير امامك يخليك تستلهم منه كيف تحل ازمه عندك او حتى تخلق مشهد في مشروع تشتغل عليه. من العراق الى الرياض، دار سطور للنشر كانت حاضره في المعرض بجناحها. مؤسس الدار الذي يلقب بسندباد الثقافه العراقيه ابنه يروي لنا قصة تأسيسها ورحلة الدار في عالم الأدب والنشر. من أمام دار سطور، الدار العراقي اللي ترشح ونال على العديد من الجوائز العربية، خلينا نسمع منهم جديدهم في معرض الكتاب وكيف تميزوا عن غيرهم. حقيقة دار سطور أولاً هي بدت 2014،
مقرها في بغداد وعدها فرع في أربيل محافظة أربيل، وأيضا عدها توزيع في بيروت. دار سطور تميزت أنه هي عدها أكثر من خط بالدار، خط الكتب الأدبية والمذكرات والسير الذاتية وأيضا الفلسفة، وترشحنا لأكثر من جائزة عربية تخص الأدب والشعر، وفزنا بجائزة وحظينا باهتمام القراء العرب. مشاركتنا هذه بمعرض الرياض هي المشاركة الرابعة، ونحرص دائما أن تكون لنا إصدارات خاصة جديدة لمعرض الرياض. أنت تعرف معرض الرياض هي الانطلاقة الأولى بالمعارض العربية، يعني أول معرض عربي يقام بالموسم هو معرض الرياض، فدار سطور تحرص. احنا في هذا المعرض كان لنا 20 إصدار جديد، من ضمن هذه الإصدارات لكتاب من المملكة، الكتاب للأستاذ محمد رضا نصر الله، كتاب مجموعة مقالات، والدي هو اللي أسس الدار الأستاذ ستار، وهو أيضا مترجم لغة روسية. عنده نشاطات اجتماعية ببغداد والعراق بشكل عام، أسس إلى مهرجانات ومعارض للكتب المجانية في كل محافظة عراقية. كان في معرض للكتاب مجاني، تم تبرعات، هو يجمع تبرعات من المكتبات ودور نشر، وحتى بالقرى والأرياف عمل معارض للكتاب. هذا الموضوع حول بعض المحافظات إلى تكون بعد معرض الكتاب يكون سوق للكتاب، فلقب بسندباد الكتاب. تميم التميمي في هذا التقرير جمع لنا توصيات كتب لكل مزاج ومرحلة، نتابع. الحياة ما تمشي بخط مستقيم، هي مراحل، وكل مرحلة فيها تحديات وتجارب مختلفة. أنا عن نفسي مريت بتجارب وصعوبات، وكنت أحتاج وقتها شيء يسليني ويعزيني، وكانت القراءة هي الحل. لذا جمعت لكم اليوم توصيات كتب تناسب كل مرحلة وكل مزاج تمرون فيه. يلا نبدأ. الحزن، تمر بفترات حزن وتحتاج شيء يواسيك ويعزيك ويخليك تفكر بشكل أعمق، ربما ينبغي عليك أن تكلم أحداً. هذه مو مجرد نصيحة، هذا عنوان كتاب غير روائي للكاتبة لوري غوتلي. هي معالجة نفسية تحكي تجربتها كمريض وكمعالجة في نفس الوقت، لأنها مرت بفترات صعبة واحتاجت للعلاج النفسي. الملل، أفضل حل للملل هو قراءة الروايات، ورواية الكونت دي مونت كريستو للكاتب الفرنسي ألكسندر دوما هي الخيار الأمثل، لأنها رواية مليانة تشويق ومغامرات، رواية عن الخيانة والانتقام والإصرار، وتشد القارئ من أول صفحة حتى النهاية. المراهقة، إذا كنت تمر بمرحلة المراهقة وتحتاج تفهم طبيعة هذه المرحلة وتحولاتها، أنصحك بقراءة كتاب وندر للكاتبة آر جي بيلاسيو. القصة تحكي عن التحديات اللي نواجهها لما نحاول نتكيف مع بيئة جديدة، وتعطينا دروس عن اللطف والتسامح واحترام الاختلافات. المرحلة الانتقالية من المدرسة إلى الجامعة، إذا كنت مقبل على الدراسة الجامعية أنصحك بكتاب متعة أن تكون في الجامعة من تأليف أحمد البشري وأيوب البشري. الكتاب يعطيك نصائح للتأقلم مع المرحلة الجامعية والتكيف معها، كذلك هو مهم لأولياء الأمور لفهم طبيعة هذه المرحلة. الأمهات، لجميع الأمهات خاصة الجدد اللي يبغون توجيه ومساعدة، كتاب نعمة الأم السعيدة مناسب لهم. كتاب إرشادي من تأليف ريبيكا أيانس، المؤلفة والمدونة الأمريكية المشهورة في مجال التربية، تسلط فيه الضوء على التوازن بين مسؤوليات الأم اليومية والاهتمام بنفسها. مواجهة التحديات، إذا كنت تمر في مرحلة صعبة أو مرض لا سمح الله، فأنصحك بقراءة كتاب عندما تتحول الأنفاس إلى هواء للكاتب بول كالانيهي، مذكرات مؤثرة لجراح أعصاب تم تشخيصه بسرطان الرئة في المرحلة الرابعة. يتناول الكتاب قضايا الحياة والموت ومعنى الوقت عندما يواجه الإنسان المرض القاتل. في النهاية تذكر، خير جليس في الزمان كتابه، مهما كنت المرحلة اللي تمر فيها أو المزاج اللي تمر فيه راح تجد كتاب مناسب. ينضم معي الآن الشاعر معتق العياضي، أهلاً وسهلاً. الله يبارك فيك ويطول بعمرك، وفرصة سعيدة أن نظهر عبر قناة الثقافية في معرض الكتاب اللي أنا أول مرة أزوره، وإن شاء الله أني ما راح أطول عنه بإذن الله.
طيب معتق أنت كشاعر، ماذا يعني لك وجود أمسيات شعرية في معرض الكتاب، يعني حيث يتوافد الكتاب والقراء؟ الشعر موجود أصلاً في هو اسمه ديوان العرب، الشعر ديوان العرب، وعندما يحضر الشعر في المحيط اللي يكون فيها الكتاب فهذا ما هو جديد، لأنهم هم مرتبطين ببعض، الشعر والكتاب كلهم مع بعض. كشاعر محاورة، هل تقدر تميز الشاعر القارئ؟ بالنسبة للشاعر القارئ واضح يتضح عليه، ولكن المحاورة المهم فيها الحجة بالحجة والفتل والنقد وقوة البيت، وأنا ضد إدخال الثقافة الزايدة في المحاورة، لأن أغلب متابعينها شعبيين، ولكن لا مانع من أن الشاعر يستخدم بعض الرموز، بعض المناطق الجغرافية، بعض الأحداث التاريخية في صياغة المعنى، فمباشرة نكتشف الشاعر القارئ من الشاعر العادي، ولكن ما تقدر، ما هو أن القارئ راح يتفوق على الشاعر العادي، لا، لأن المحاورة مرتبطة بالحجة بالحجة، والشاعر القارئ أعرفه على طول أصلا من ثاني بيت ثالث بيت. في الشاعر القارئ زي ما قلت استخدام رمز تاريخي أو استخدام قصة تاريخية أو حدث تاريخي، فيه أحد الشعراء استخدم أيضا الإنجليزية في المحاورة، ما هو بس اللي هو حدث ولا رمز تاريخي. طيب ليش أغلب شعراء المحاورة ما يكتب شعر نظم، وإذا كتب شعر نظم تلقاه ما هو في المستوى؟ ممتاز، في شعراء محاورة متميزين في شعر النظم ولكنهم قلة. السبب أنا أقول لأن ارتباطاتهم في المحاورة أخذ وقتهم أكثر، لأن شاعر المحاورة بيكتب نظم، لكن هل يجيده 100% أو 70% أو 50%؟ أما شاعر النظم قليل أنه بيبدع في المحاورة. السبب الأول والأخير انشغالهم في المحاور، لأن حفلات المحاورة أكثر، وممكن أن المردود المادي بعد له دور. طب أنت بديت كشاعر محاورة؟ أنا بديت في شعر المحاورة قبل شعر النظم، رغم أن أغلب الشعراء العكس بدوا في النظم تدرجوا بعدين للمحاورة، لكن أنا بديت في المحاورة وشغلتني. كيف خلينا نقول تجربتك من البداية إلى الآن كيف تصفها؟ بداية كانت ضعيفة، بداية أي موهوب في مجال الرياضة ولا مجال الشعر ولا مجال المسرح ولا أي مجال كانت ضعيفة، ولكن طبعا توقفت مرة وبعدها توقفت بسبب إكمالي الدراسة الجامعية، ولكن الآن أنا راضي تمام الرضا والحكم للجمهور. شكرا لك معتق العياضي.